السلام عليكم، كي دايرين اخواني اخواتي؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير واموركم بخير. اخواني اخواتي، من شارك شطاناتي اشترك فضلا وليس امرا، فعل جر الجرس باش يوصلوا دائما الجديد. واللي تفرج في الفيديو ما ينسانيش كومونتير زوين وما ينسانيش بلي لايك، الله يجازيكم بخير. اليوم اخواني اخواتي غنديروا معكم هاد الجني وحاس ديال الدجاج، غندخلوه من الفران. طريقه سهله ومبسطه وفي متناول الجميع، غتعجبكم بزاف. ما غاديش نطليو في الزيت، غنحاولوا نتفاداو الزيت. غندخلوهم للفران كيجيو مقرملين وشاش. تبعوا معايا الطريقه وغنتمنى الاعجاب ديالكم. عندي هنا تقريبا كيلو ديال الجنا واحد ديال الدجاج. عندي هنا لا شابلوغ، الخبز بحال دابا الخبز المجفف ملي كيشطعكم في الدار، شدوه وحكوه في الحكاكه راه كيولي بحال هكا، يعني حسن من داك ديال الزنقه اللي كتشريو بشويه الثمن ديالو طالع. عندي هنا فلفل اسود، عندي هنا الملحه، عندي جوج بيضات، عندي حامضه يعني نص حامضه بالطشور ديالها، عندي هنا الطحين. ندوزو على بركه الله، نبداو بعدا نديرو شويه الملح في الجنيوحات ديالنا. ندير ناخذ الفلفل الاسود، صافي كنمرمدهم في هاد الملحه كما كتشوفوا، والفلفل الاسود او الابزار، حاولوا نبسطوا مع الناس. هاد الجني حتى هما ثمنه اقتصادي، يعني هاد ماين الدجاج كما كتشوفي اختي. كنجيب هاد الجني وحات كنمرمدهم في الطحين الابيض، كما كتشوفي حاولوا نتفاداو الزيت، راه كيجيو في الفران مقرملي وهشاش، يعني الزيت كياخذ لينا بزاف من في ديال اليدام، يعني نحاولوا نتفاداو الزيوت اللي بغا يتكيس على صحته، يعني نبعدو شويه من الزيوت. صافي حتى كنكملهم مع داك باش نتعاودو نطلعو. ناخدو البيض كيما قلتلكم، جوج بيضات، تناخد الطشور ديال الحامض، الحامضة ما كاملاش، ناخد غير الطشور ديالو. يعني رمضان على الأبواب، كيجيو زوينين في الإفطار، يعني بنادم يديرهم في الفطور. الله يدخل الله في الصحة والسلامة ويدعي علينا يا ربي هاد الوباء. صافي تناخد هاد ناخد حامضة نعصرها، يعني مكاملاش حامضة، نص حامضة كيما قلتليكم. صافي تنخلطها مع هاد الخليط، كما كتشوفو ناخد شوية الملحة، تقريبا نص معلقة ديال الملحة، ناخد تاني نص معلقة ديال الفلفل الأسود، صافي تناخد هاد الطريفات ديال الدجاج بسم الله، كنديرهم في البيض، نعاود نفندهم في لاشابلوغ كما كتشوفوا. يعني اخواني اخواتي جربوا هاد الخبز هذا، شات عندكم خبز في الدار غير حكوه في الحكاكه ديال الحكاكه فحال هادي ولا ديال اللي كنحكوا بها، صافي ونخليوه. كناخذ واحد الصفيحه
تنحطو بحال هكا. نعاود معكم واحده اخرى كما كيما كتشوفوا. حتى كنكمل الدجاج ديالي كامل كمل ديال الدجاج كامل عاد باش نرجع معكم. خليكم معايا. من بعد ما كملنا اخواني اخواتي الدجاج ديالنا درنا في لا شابلوغ، خديت واحد هنا واحد 6 البطاطات قطعتهم بحال هكا، يعني كا اللي بغى يدير بطاطا يزيدها معاها. غادي نخلطها هنايا فهاد لا شابلوغ، كنخلطها بحال هكا البطاطا. هاد الصينية تقدرو ديروها اخواني اخواتي للعشا. اولا غدا، ودابا كيما قلت لكم رمضان على الابواب، بنادم يديرها في الفطور يعني زوينة وصحية. شوفوا غادي نزيد شويه الزيت زيت كيف ما قلت لكم، كنزيدوا عليها شويه زيت الزيتون قطرات صافي. ونكون مسخنا الفران قبل على 180 درجه حتى 190 درجه. اذا كان ديال الضو كان ديال الغاز كنشعل غير لتحت حتى كيطيب ليا الدجاج. كنعاودو نهبطو شويه ياخذ شويه اللون الذهبي. خليكم معايا من بعد باش نخرج نوريكم كيفاش جات. من بعد اخواني اخواتي ما طابت لينا الدجاج كما كتشوفوا، هو جات تبارك الله مطرمش، يعني الشكل ديالو زوين وكيشهي وما شريت فواحد الريحه غزاله غزاله بزاف. انا غادي حتى القطه ديالي عجبتها الريحه كتجي حدايا. المهم انا غادي نحط لكم في صحه التقديم، خليكم معايا. من بعد اخواني اخواتي ما كملنا الصحن ديالنا، نتوما كما كتشوفوا كيجي في هذا الشكل هذا رائع، يعني روعه روعه في المذاق وفي الشكل، وزينه بهذا القطع ديال الحامض اللي كيبغي الحامض، يعني كيجي الشكل ديالو زوين، يعني كيجي طيب من الداخل نتوما كما كتشوفوا، وما فيهش الزيت وصحي. نتمنى هذا الفيديو داينا الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه مع الناس اللي كتعرفوا. شاركوني بطاقتكم الجميله والرائعه الدائمه دائما، وشكرا لكم. ما تنساونيش بلي لايك لي لايك لي لايك، وشكرا لكم على حسن المتابعه، والى فيديو اخر ان شاء الله. خليكم معايا.